او احنا في كارثه بعد ثورتين. احنا في كارثه. انا شايف ان احنا مش في كارثه، ده العالم كله عانى سنين وسنين وسنين، الا المصريين ما بيقدرناش نبقى سوريا، ما بيقدرناش نبقى العراق. نتمنى ان كل الخير، بس ما حدش هيهزنا من ابيض لاصفر، كلنا مصر. وان شاء الله مصر هتفضل وهتبقى جميله وهتستمر، لان احنا الاغلبيه والغالبيه عايزه مصر الافضل، مصر لقدام، مصر الجميله. انا لسه كنت بحكي النهارده لذكرياتي وانا لابس كده اسمه ايه ده مع ابويا في اسكندريه، واشم ريحه الفاكهه في الشارع. كل ده هيرجع، لا يمكن ما يرجعش. طول ما فينا ذاكره امم هترجع الامه لنفسها ان شاء الله، ان شاء الله.
اصحابه دايما اوعى تفتكروا هو محافظنا ومؤمنين ده ومخدرنا الجميل، ربنا يديله الصحة والعمر والعقل والنضج وكل شيء. وصف صورة بيتكلم على شعب، بيتكلم علينا، بيتكلم على البساطة، بيتكلم على السماحة، بيتكلم على الأمل، بيتكلم على بكرة، بيتكلم على عروس جميل، بيتكلم على حتى وهو بيتكلم بيقول من حقنا نغني، لأنه عايز يعمل أغنية هنا، عايز يبتدئها في اسكندرية وهسيبه هو اللي يقول، لكن أنا الحقيقة أنا بهدي درع اسكندرية لمصري محتاجين القلوب دي، القلوب اللي بتحب بلدنا، القلوب الصافية. عشان كده وصل ليكم، اللي جواه حب لبلده عشان كده وصل ليكم، هو جاي للبلاد البعيدة للبلاد البعيدة جوه النبضة إن شاء الله. محمد منير اسمح لي إن أنا أدي لك بمنتهى الإحساس درع محافظة اسكندرية، المرة الجاية هتاخد مفتاح قلوب اسكندرية مع مفتاح.